بصي يا روح امك، انت لما دخلتي البيت ده ما عرفتش ارحب بيكي. ملحوقه. لا يا حبيبتي، ده انا هرحب بيكي احلى ترحاب. بصي يا مره منك ليها، انا عايزه عظمها يتكسر، عايزه اسمع القاه طالعه من هنا من جوه قلبها. مين دي يا وليه اللي بتتكلمي عنها كده؟ اي حد فيكم هيقرب هشلفط وشه، دي ميه نار، فاللي تفكر تقرب هيبقى اخر يوم في عمرها. قلتها لك كلمه يا روحيه وانت ما خدتيش بالك منها. انت اللي زيك يا حبيبه قلبي المفروض تخش في اوضه وتقفل على نفسها وتصلي طول الليل وتدعي ان البلا اللي نزل على دماغها ما ينزلش. بس نازل خلاص. بقولك يا بيت، انا مش طايقاك، اطلعي بره. طب مش تستني تشوف انا جايه لك في كلام ايه الاول؟ لا يا الدلع، عادي مفيش ما بيني وما بين الكلام عشان اسمعه. لا، في بيني وبين الكلام وكلام كتير كمان. اللي عقله في راسه يعرف ايه؟ ما تردي يا وليه، يعرف خلاصه. ما تلخصي يا بنت وتقولي انت عايزه ايه بالظبط. تفتكري يا عبد الحميد سايبنا وشينا في وش بعض طول النهار، ولا عيل هم ولا مكلف خاطره حتى بتليفون يطمن على واحده فينا؟ تفتكري ده ليه؟ ليه؟ عشان عارف ان احنا مش متفقين، انت شرق وانا غرب. بقول لك يا بنت، شغل النسوان دوت انا ما بحبوش، لخصي وقولي انت عايزه ايه. من الاخر نتفق على ان شاء الله يا روح امك. طيب كل واحده فينا برضو روح امها، وانا مش هعتبرها شتيمه. لا شتيمه. طيب انا مسامحاكي من جوه قلبي وعشان تعرفي ان انا طيبه بقى. عبد الحميد، اشمعنى؟ مش مضمون. لو كل واحده فينا كلت في التانيه قدام وهو الكسبان، يبقى نعمل ايه؟ نحط ايدينا في ايد بعض، من قدامه نبقى نار ومن ورا نبقى سمنه على العسل. وانا اضمنك منين؟ عيب، احلف لك على المصحف. متوضيه على طول يا حياتي. طب لخصي بقى، نقسم البلد نصين، نص انتي ونص انا. واقسم علي الدلع دي لما هي كلها في عيبي. ده كان زمان يا حبيبه قلبي، قبل انا ما اجي واحط عليكي الموضوع اتغير خالص. ولو واحده بقى تالته جت هبطت علينا، خلاص انا وانت هنتسوح. تالته؟ اه، عبد الحميد وانت عارفاه وانت مجرباه بيحب الزغير الصغير، بنت دلع كده لونه كده خلاص حطيته في جيبها. يبقى انا وانت هنعمل ايه ساعتها؟ وات يو دلو نيجس. بصي يا بت، انا كلامك دخل دماغي، بس انا برضو مش مطمنه لك. نقرا الفاتحه على الكذاب والخاين. بصي يا اسكندريه، مارينا يا حبيبتي مارينا. شوفي يا مارينا، انا يا بت اول ما شفتك كنت مستهونه بيكي، بس انت طلعتي جديده. بس خلي بالك انا كمان مش سهله. روحيه لو قالت يا شر محدش يقدر عليها، واذا كنت انت بحر ملوش قرار فانا محيطه ملوش اخر. خلاص اتفقنا. يا مسهل يا رب. ايه الحلوه نزلت مصر؟ ايوه نازلة تشتري شوية حاجات. حاجات زي ايه؟ وبعدين بقى مش انتوا اتفقتوا انتوا الاتنين ان كل واحدة تشيل التانية من نافوخة؟ تعالى يا عبد الحميد، أنا عايزة أتكلم معاك كلمتين. ولا أقول لك يا عبدو، يمكن عاجبك وتفتكر إن أنا مراتك وقاعدة في البيت. اقعد اقعد يا عبد الحميد. عاوزة ايه؟ أكيد عاوزة تقولي كلمتين مسخين مالهمش أي لازمة ويضايقوا كمان. وأنا أقدر يا عبد الحميد؟ ده أنت جوزي حبيبي اللي مسطرني، أبو بنتي اللي عشت عمري كله معاه. هي صحيح البت دلعها مرق، بس داخلة مزاجك وأنت راجل بتحب المزاج. وأنا هعمل نفسي مش واخدة بالي من المسخرة دي، هغمض عيني وحبل على لساني. بس انا عايزه انبهك لحاجه يا عبد الحميد. خير ان شاء الله. لو حسيت او شميت ان انت ممكن تبيعني انا او بنتك، ما تعرفش انا هعمل فيك ايه. انا خايف تكوني بتهددين يا روحيه. تصدق ان انا بهددك يا عبد الحميد؟ وعايزه اقول لك على حاجه كمان، خاف على نفسك. شوف يا عبد الحميد، انا عشت معاك العمر كله مغمضة عيني عن بلاويك. فاكر يا عبد الحميد البنات اللي كنت بتجيبهم في الأرض تشغلهم وتقعد تعاكس فيهم واحدة واحدة؟
كنت عامله نفسي عاميه وطرشه وخارصه، بس مش بعد العمر ده كله يا عبد الحميد هتجيب لي دره وتركبها عليا وهي تبقى ست البيت. لا يا عبد الحميد، ها انا هنا ست البيت، الكلمه كلمتي والشوره شورتي، والجزمه اللي انت جايبها دي تقعد في اوضتها ما تتحركش منها. سامع ولا لا يا عبد الحميد؟ وهقول لك على حاجه كمان، انا عايزه حق. حقك في ايه بقى ان شاء الله؟ حقي في الفلوس، الفلوس المتستفه في البنك، حقي في الاراضي، حقي في شيماء وورثها اللي انت سرقته. ها كفايه كده ولا اقول كمان؟ لا كفايه، اصل انا صدعت. خد لك مسكن. السلام عليكم يا عمده. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا، على مهلكم، بالراحه على العمده بتاعنا. اهلا يا اهلا يا عمده. يا حميدك يا عبد الحميد، خير ان شاء الله؟ كنت عايزني في حاجه ولا ايه؟ ايوه عايزك تعالي. الحاج حجازي زعلان منك واشتكى لي. الجدع اللي اسمه حجازي ده ابن الستين، استغفر الله العظيم يا رب، مش عايزين نغلط في حد ساعة الصبحية. هدي نفسك يا عبد الحميد واسمع اللي هقول لك عليه. شوف، أنا عمري ما جيت جنب أرض حد، واللي هيخش ويهوب ناحية أرض بسنط واحد لكون قطع رقبته. يا عبد الحميد كده كتير، ما كفكش اللي عملته في شيماء وأبوها. عملت إيه هاني في شيماء؟ إيه؟ مش كفاية؟ مش كفاية بعد ما أبوها مات خدتها أنا وشلتها فوق دماغي ورحمتها من كلاب المسعورة اللي كانت هتنهش في لحمها؟ وأرض أبوها راحت فين؟ منين أرض أبوها دي؟ ورثة عن جليلة. جليلة؟ جليلة بعت الأرض قبل ما تموت. ما حصل شيء. ومين اللي قال لك إنه ما حصل؟ جليلة كانت بخيلة. أيوه كانت بخيلة وبتموت على القرش، وجاتني قبل ما تموت وقالت لي إنها تنزلت عن أرضها كلها لشيماء وأبوها. ها أديك قلت يا عمدها، جليلة كانت بخيلة. بقول لك باعت الارض، ايش عرفنا انا باعتها ولا ما باعتهاش؟ انا مالي؟ وفلوس الارض اللي باعتها راحت فين؟ ايش عرفنا انا بفلوس الارض؟ ان شاء الله تكون بعطرتها، اجرت بها عجل، ركبت بها مراجيح، انا مالاني. وعاوزك تقول للراجل ده اللي اسمه حجازي اوعى تهوب جنب ارضي صمت واحد، حكون قاطع رقبته. وقول لعبد الحميد عمره ما بيجي ناحيه حق حد، واللي اسمها شيماء دي كتر خيري، كتر خيري ان انا سايبها لغايه دلوقت عشان اتخلص علامها. انا كنت ممشي نجيبها من شيشتها لغايه هنا بعد اللي عملته في روحيه. انا جوزها يا عمده، جوزها وكاتب عليها.